سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. فيديو ديال اليوم انا لكم واحد الدرس ديال العقيق اللي هو سهل ان شاء الله، لان بزاف ديال الاخوات طلبوا مني باش نعمل لكم درس ديال العقيق. غنبداو. شنو غنحتاجو في هذا الدرس؟ هذا غنحتاجو هاد البيرلا، هادي اللي هي صغيره ها هي، وغنحتاجو هاد البيرلا هادي ها هي. بالنسبه للبيرلا يمكن تعوضوها بجوهر مكور او بزمرد، المهم انا غنوريكم الطريقه. اما شنو غتعملوا فيها طبعا كيبقى الاختيار ديالكم. غنبداو الثوب ديالنا اللي هو هذا، هو الوجه ديالو وهذا الظهر. الا كنتو غتعملوا شي قندوره تبعيات الحل غتسنيو هاد التنيه هادي بهذه الطريقه هذه باش درقوا الخياطه. اما الا كنتوا على غتعملوها على الجلابه او على القفطان بطبيعه الحال غتكون مخدومه السفيفه، وانتم غتخدموا في الراس ديال السفيفه. غنبداو الخيط ديالنا دائما خصو يكون على أربعة، وكنثبتوا الخيط مره ثانيه. ها هي غنجيو نعملو، قلت انا من هذا اللون هذا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هادي هي سبعة. غنجيو لهنا غنرجعو في الآخر، ها هي عاتاني غنعمل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هادي هي سبعة. عنجي لهنا ونجي لأخر ديال هنايا ونطلع الخيط، نحاول نعمل ما بين هنايا وهنايا نعمل نفس المسافة، ونعمل بطبيعة الحل نفس العدد، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هيا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نجي لهنا. إلى خفتوا ما تكونوش عملتوا نفس العدد، شوفوا المسطرة وحسبوا هاد المسافة هادي. دابا ملي غنمشيو نسطر كامل غنعملو الطبقات الثانية، غنزيدو فيها هير البيرلا. ها هي غنرجع تنسالي هاد السطر هذا، وغنرجع فهادو ها هما، نشبر بيرلا ديالي ونجي لهنا. ها هي وهادي نعملها هنايا ونرجع فهادي واحد، هادي اللي شبره في التو، هادي غنعمل هكذا. انا عملتكم درس صغير ولكن ان شاء الله هيكون مفيد. هذا هو الدرس اليوم، شوفوا كيفاش كيجي. بيرلا تقدروا تعوضوها بالزمرد الكبير هذا بالرقم 6، باش الا كان عندكم تنبت بالزمرد تقدروا تعملوا هاد الريس هذا بالزمرد. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا، وما نكونش طولت عليكم، وان شاء الله الا عجبكم هذا الدرس هذا نعملكم دروس اخرى في الدرس ديال الجوهر. كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.